أبدأ معك أولا سيد ستانليسلاف، ما الذي تريده موسكو من القارة الإفريقية؟ تهاني من موسكو للضيف وللمستضيف وللمشاهدين. كما يقولون العلاقات الدولية هي فن الممكن، لذلك موسكو تتعرض لعقوبات قاسية من الدول الغربية، وذلك يطرق كثير من الأبواب في العالم في العديد من القارات حتى يفتح شخص هذه الأبواب. ننتظر. لذلك القارة الإفريقية ترحب بروسيا لأن الدول الإفريقية لا ترغب في أن تكون جزء من لعبة العقوبات تلك أو نظام العقوبات بين روسيا والغرب. والدول الإفريقية لديها شعوب أو عدد سكاني متنامي، والقارة الإفريقية لديها السكان من الشباب، ومتوسط العمر في أفريقيا هو العشرينيات. لكن ما تفقده أفريقيا هو الحكومة الجيدة والأمن والبنية التحتية. لذلك روسيا يمكن أن توفر للشركاء الأفارقة البنية التحتية والأمن، ولكن بالطبع ليس بالحوكمة الجيدة. لذلك للمزيد، مؤخرا روسيا سامحت أو تغاضت عن الكثير من الديون التي كانت لدى الدول الإفريقية تجاه روسيا والاتحاد السوفيتي. لذلك روسيا ترغب في أن تبدأ علاقات جديدة مع هذه القارة.